بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا حجاج وعندنا كثير من الشباب وعندنا كثير من كبار السن، كلهم يسأل يقول يا شيخنا بالله كلمنا على الحج المبرور، نبو حج مبرور، وعندي لكم جواب جميل وغالي لكنه يعطى لكم مجانا اليوم ببركة هذا المكان إن شاء الله. أن أقول هذه الكلمة ونرجو من الله عز وجل ينفع بها. هذه الكلمة قالها علم من أعلام هذا الدين، الإمام الحسن البصري، ذكر عنه أنه سئل، سألوه سؤال، ما هو السؤال؟ قيل له ما الحج المبرور؟ يا سلام، هذا اللي نبحث عنه ونفتش. فقال أن يعود العبد زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. يعني إذا تميت حجتك ورأيت نفسك مقبل على الآخرة وزاهد في الدنيا، فاعلم أن هذه الحجة وقعت موقعها، وهي إن شاء الله حجة مبرورة. وبعدين الحجة المبرورة يا جماعة الخير لها علامات وأمارات، منها أنك إذا عدت من الحج تجد علاقتك بالله أقوى ورجاؤك في الله أكبر. بعض الناس يسيء الظن بالله وهو لا يشعر، فلا يرى أن الله عز وجل رحمته أوسع من ذنبه، وهذا خطأ فاحش. يعني ابن الجوزي عالم من علماء هذا الدين كان يقول في كلمة جميلة تحفظ، قال ينبغي لمن عاد من الحج أن يقوى رجاؤه للقبول ومحو ما سلف. أنا عندي ظن بالله أن الله يقبل مني حجتي حتى وإن اعتراها ما اعتراها من النقص والخلل وغيره، وأن يمحو الله الذنوب، لأن الله أكرم والله أرحم والله رحمته وسعت كل شيء، وهو الذي يغفر لنا ولا يبالي. وأنا عند ظن عبدي بي هكذا قال الله في الحديث القدسي، فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ظن بالله خيرا وعفوا وحلما وكرما وصفحا وجد ذلك، ومن ظن أن الله عز وجل لا يغفر له لكثرة ذنب هذا العبد أو غيره، فنقول له أخطأت وأسأل. ثم أختم قائلا، إن من بركات هذا الحج أن يرى فيه العبد المدد والسند والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن علامات هذا التوفيق أن يستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، ويستبدل الصحبة السيئة بالصحبة الطيبة، والغفلة بالذكر، والكسل بالعمل. هذا ما يعني هذه الأيام وهذه هذا النسك يصنع من الإنسان رجل قوي مجتهد مقبل على الله سبحانه وتعالى. لسان حاله ومقاله، يا يحيى خذ الكتابة بقوة. لما سمي أولو العزم بهذا الاسم من الأنبياء وهم موسى وعيسى ونوح وإبراهيم ومحمد عليهم صلوات ربي وسلامه عليه؟ لأن هذا العزم حقيقته قوة وصبر، فمن وجد القوة والصبر في هذا الحج فلا يستغرب، لأن هذا الموسم هو موسم العطاء وموسم المن من الله عز وجل، وهو المنان جل في علاه. فالحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، رزقني الله وإياك حجا مبرورا وسعيا مشكورا. السلام عليكم.